حال اي حد. نعم. استنينا دي بدايه الدوري برضو على حسب ان احنا نراعي برضو شعور ولادنا جماهير النادي الاهلي وعشان خاطر شهداء النادي الاهلي، استنينا لغايه ما صدر احكام وبدا الدوري. فالنهارده 9-3 ما كانش ليها مبرر. يعني ما فيش مبرر، لو اتحرق 1-2 ماشي نقول ان احنا بدانا الدوري، مفيش ماشي ومفيش خالص. لكن النهارده 9-2 9-3 ملهاش اي مبرر. لا 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 لا. وبعد كده النهارده داخل الجرامي. داخل بتسرق كؤوس، وداخل تسرق مستندات، وداخل تحرق تاريخ، وداخل تعمل ملهاش مبرر في اي حال يا جمال. بيد عمل اجرامي. فطبعا حتى وكيل النيابه لما كلمت زيف بقول له انا جاي فعلا، انا ما شفتش الحدث، لكن اللي اتعرض على التلفزيون واللي انا شفته بعد ما نجيت ان في متوضح باين فلان وباين صوره فلان وده وشكل مين وشكل كذا. فلا بد ان انا نعرف مين الجانب ويتحاسب. أيوة. لان طول ما احنا قاعدين بنفس الطريقه كده ما فيش حد بيتحاسب. هتتكرر مره واثنين وثلاثه وايه، ولو احنا عملنا الاتحاد والحمد لله بلا مبرر. طب هل قلت الرئيس الكلام ده ولا الرئيس فرصة؟ الرئيس يعني مش هنقول ان احنا مش عارف على حاجه، لا عارف. ما عارف وعنده طبعا فكره على كل حاجه وعارف اللي بيدور ايه يعني. وفي حاجات تانية، في حاجات تانية برضو اتكلمت فيها وكان العمري بيه جنبي اتكلمنا فيها بعد ما خلاص انتهى اللقاء. فانا اللي عايز اقول ان احنا يعني هو عارف والبلد كلها عارفه، لكن مفيش اجراءات الداخليه عارف. لا النيابه شغاله لغايه دلوقتي. يمكن ثروت بيه المدير التنفيذي امبارح كان في النيابه وادلب اقواله. طبعا احنا كنتوا بتسمعوا على الفيسبوك ان راح ثروت وراح مش عارف مين كان. كل الكلام ده كله ما حصلش كان، لكن هو راح امبارح واتسال واتحط فيه حتى الحاجات اللي هي فقدت من الاتحاد كانت عدت فيها كشف معين وراح وسلمها. طب هل وجهتوا اتهامات لناس بعينهم بصورهم؟ هل تم توجيه؟ ما انا قلت له وكيل النيابه قال لي لا الصور عندي والسيديهات عندي. قال لي السيديهات يعني عندي. شايف وجوه. عارف. فعارفين الحاجات دي معروفه فعنده موجوده. لكن انا برضو بتكلم دلوقتي برضو من خلال برنامج المحترم ان فعلا ان احنا زي ما احنا كنا بنطالب الاول بسرعه القصاص، احنا برضو الاتحاد المصري لكره القدم عايزين له سرعه القصاص. اللي حصل لازم نعرف، حتى لو اتعمل الاتحاد الكوره وعاد ترميمه واتعمل، بس في حدث حصل لازم يتعدي بلا مبرر. لازم بلا مبرر. يعني لما حضرتك يا مدحت بتكلمني اتحاد الكوره عمل ايه؟ نمره واحد، اول جلسه حولنا الورق للمحكمه الفيدراليه. نعم. علشان خاطر شهداء بورسعيد والتراس النادي الاهلي. واحد. نمره اثنين، اتحاد الكوره جاب من الاتحاد الدولي مبارك كبيره وتوزعت على اسر الشهداء. أصيح. من الاتحاد الافريقي وتوزعت. لما جم قعدوا معانا مع جمال بيه في اتحاد الكوره كان ليهم طلب عندنا اسر الشهداء ان ولادهم الشهداء يعتبروا من شهداء ثوره 25 يناير. وعملنا الطلب لمجلس الوزراء وللرئيس وتوافق عليه. صحيح. يعني لم نقصر. و3% من وبعدين احنا مش طرف في الموضوع. خالص. يعني انا كاتحاد كوره لست طرفا. نعم. اللي حصل عمل اجرامي بحت ارهابي بلا شك. وبعدين الصور موجوده. ما سمعناش ان حد قبض على حد. بس هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني ما سمعناش يعني لحد النهارده. الصور موجوده. وبعدين اللي داخل الاتحاد وشايل كاس وبينط من الشباك وشايل كمبيوتر ولا شايل آله تصوير ولا حاجه، طب ما هو داخل يسرق. بالظبط. وبعدين ده دخل على المدير التنفيذي بسنجه. طب ما يبقى ارهابي على طول. بالظبط. ولحد النهارده ما حدش مسك حد وما سمعناش حاجه. لا ما سمعناش حاجه. هو ده بقى يعني، هو ده اللي احنا ده انا بتصور لابد ان رئيس الجمهوريه حسن بيه هذه الامور لابد ان هو يوليها اهتمام كبير جدا، ولابد ان الدوله تقتص من كل واحد اعتدى على اي منشاه خاصه بالدوله. صحيح. لكن النهارده انت، ما هو جماعه بتوع الشرطه كان من يومين بيتكلموا في الاحداث فكان بينوهوا يعني ان في 600 واحد اتمسكوا في حكايه التحرير وما التحرير وبتاع، والنيابه اخرت سبيلهم. هي النيابه النهارده انكرت ده يعني، وفي النهايه ما دخلش في القانون. لكن اذا انت كل واحد مسكته راح لغايه النيابه وخرج اخر النهار، طب ما هو ينط لك تاني في بدايه التحرير يعمل لك نفس القصه. فنفس القصه دي لو ما فيش عقاب رادع بقوه رادع القانون، ما هو هيكرر الفعله دي مره واثنين وثلاثه واربعه في مليون حته. صحيح. بس فاحنا بنتكلم انه لابد ان الدوله يبقى لها مخالب بقى. انا الاول ان الدوله يبقى لها مخالب، ما تبقاش